وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن في يوم الثلاثاء 11 خلونا من السنة 1939 و400 ألف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سأل كريم دائما يسأل يقول: اتصلت على زوجتي وقلت لها أنت طالق مرة واحدة، وليس ولا يوجد قبلها طلاق ولا بعدها طلاق الحمد لله، وأول مرة هذه، وهي يعني لم تخبر أحدا من أهلها، فهل فكيف رجعها؟ الأمر بسيط، إن قلت لها راجعتك فقد تمت الرجعة، وإن نويت الرجعة فقد تمت، لكن عليك أن تكتب ورقة وأن تشهد ذوي عدل منكم كما قال ربنا عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وليس شرطا أن تكلم أهلها، لا داعي لمثل هذه الهجرة حتى لا تزداد المشاكل. وهذه امرأة عاقلة شكر الله لها، فعليك أيضا أن تتقي الله. ليس كل ما يحدث بينك وبين أهلك من أي نوع من الخلاف تنطق بهذه الكلمة مباشرة. والآن عليك أن تكتب ورقة وأن تكتب فيهم كذا تم الطلاق، فيهم كذا تمت الرجعة، وتشهد عليها اثنين من العدول الثقات الذين فيهم الديانة والخير والبر، وتبقى عندك نسخة وعند الزوجة نسخة. صلى الله عليه وسلم.